السلام عليكم ورحمة الله كيف حالكم أصدقائي اليوم إن شاء الله رجعت لكم بفيديو جديد ودرس جديد درسنا لليوم هو فار ويوك طبعا درسنا هو تكملي للدرس الأول من الوحدة الثانية آبير من اسطنبول طبعا مثل ما بتعرفوا انه نحن ان شاء الله متابعين بسلسلة شرح دروس منهج اسطنبول مستوى الاول ابير كل نهار ان شاء الله عم ننزل درس فتابعونا كل نهار ان شاء الله بفيديو ودرس جديد درسنا اليوم هو فار ويوك فار يعني يوجد يوك لا يوجد طبعا معناهم بالانجليزي هون حاطين اياه ومعناهم بالعربي مثل ما شرحت لكم اياه يعني. مثال اف دي var فار يوجد في البيت حاسوب افيستا سكرتير فار يوجد في المكتب سكرتير دولابتا البسلار فار يوجد في الخزانة ملابس طيب في عنا سؤال انه نحن لما بيكون في عنا في صيغة السؤال مو يعني هل فنحن بنجاوب اما بإيفيت او بهاير عرفنا انه نحن مع الهاير بنحط ديل بس لما بيكون في عنا فار مو او يوك مو فنحن بنكون جاوب عنا اما إيفيت فار او هاير يوك مثل ما اشرت لكم على الشاشة ناخذ مثال يتوضح اكثر

اف دي بالجسيار لا لا يوجد في البيت حاسوب افيستا <applause> سكرتير لا لا يوجد في المكتب سكرتير دولا بطا البسلار لا يوجد في الخزانة ملابس طيب دادا <applause> نيفر لاحظوا معي اصدقائي انه نحن هون عم نستخدم حرف الجر اللي هو دا اللي اخذنا في الدرس الماضي اللي هو بمعنى في دادا نيفر ماذا يوجد في الغرفة أوضة ضا يطاق يوجد سرير في الغرفة يطاق يعني سرير أوضة في الغرفة أقول نلار فار ماذا يوجد في المدرسة؟ أقول ضا صنف لار يوجد في المدرسة صفوف هاستانة دا كم فار من يوجد في المشفى؟ هاستانة دكتور فار يوجد في المشفى دكتور صنف دا كم لار من يوجد في الصف صنف دا أورنج لار طيب أشارك الرسم لرأي بقلم رسول الله جواب فريد ننظر للرسوم في الأسفل ونجاوب على الأسئلة طبعا نعطينا صورة رقم A وصورة رقم B برص نرسي. برص نرسة ما اسم هذا المكان طبعا مثل ما أنكم شايفين هون بتقولوا ممكن سقاط أو جامي هون بتقولوا مثل يو. مثلا يول مثلا رسمنا دانيز فارمو هل يوجد بحر في الرسمة؟ دانيز بحر طب يا هاير بنقول هاير ريسيم دي دانيز يوك لاحظوا معي جوابنا مثل الامثلة اللي فوق ريسيم دي دانيز يوك ريسيم دي وكل هل يوجد في الرسمة مدر... في الرسمة مدرسة؟ نقول هاير ريسيم دي أقول يوك طبعا نحن هم ما شايفين في مدرسة ريسيم دي كيم لارفار Talım ayni resimde insanlar var. Yüzet resme, Resimde kimler, ne var Neler? Ne var? Tabii, napiğim, nafik, nafikler. resimde tren, yani, otobüs, sokak, çare, binalar, bina var. Aşağıdaki cümlede resimin gösteriyorum. الجمل اللي تحت تظهر رسمة بوصلك لرو يظهر منكتب في الفراغ رسيم ده فار طب بالصورة رقم آ يعني يوجد جامع في الرسمة أقطار ترامفاي فار يوجد في الشارع ترامفاي يعني بيشبه القطار طبعا بالرسمة رقم ب طب انا رح اقول ما زلار يوك لا يوجد متاجر انسان لار فار يوجد ناس بيوت بنا لار فار يوجد ابنية كبيرة. إنسان لارفا tramvay يوك. يوجد ناس لا يوجد ترامفاي أي قطار. بير آدم var. يوجد رجل كبير السن. إنسان bankta. الناس في البنك. لهيك إن شاء الله بنكون إحنا حلينا السؤال اللي بعده. طبعا ان شاء الله اصدقائي يعني هنا ما صعبين كثير فبس ان شاء الله طيب نيجي على قسم اليازما اليازما الكتابه يقارن كل رسم لري باكالوم اودالار او اودالار نيلار فار فارق لري يزالم ينكتب الفروق وماذا يوجد في الغرف التي فوق طبعا احنا عاطين هدول الرسمات ونحن نقول شو فيهم رسم ده دورت بامبا صانداليه فار اه بالرسم رقم 4 في عنا صانداليه اه فار رسم رسم برده بامبه صندليه يوك؟ ما في عندها خبره اي صندليه طب انتم فيكم قانون راح اترك لكم هذا السؤال ان شاء الله تكتبوا لي في التعليقات وحلو اذا في عندكم ان شاء الله اي سؤال اه جاوبوني عنه اه لهون ان شاء الله بتكون انتهت الوحده الوحده الاولى من ال بتكون انتهى الدرس الاول عفوا من الوحده الثانيه من نهج اسطنبول تومر ابير بتمنى من إذا منكم اذا كان في عندكم اي سؤال واذا عجبكم الفيديو تضغطوا لايك على الفيديو وتشاركوا هذا الفيديو مع اصدقائكم مشان ان شاء الله يوصلكم كل شيء جديد والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته